ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية ايه يا استاذ؟ تفهم من بقك ايه حرامية دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامة. الله، وهجامة في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكرة النسائية. لا انا مش هجامة في فريق كورة، انا اسرق منزل، اطفش خزنة كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه يعني؟ انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه، انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا، من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع، هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول
لا مش كتير. بص يا أبلة، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها، العملية دي هتتفقر من الآخر كده. العملية دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5000 جنيه، وأنا 5000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقولي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العملية دي توبها 4، انا عاملها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقولي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعملية معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3000 بس. انت عبيط يالا، انت عايز نسرة؟ انت مجنون وانا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقة كده؟ خلاص يا جماعه حقكوا عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25000 جنيه. حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العملية دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكوا تتشاوروا كده منكم ببعضيكوا وماسكه في ديلكوا وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا. مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم مسجل؟ انا سجلت انترفيو في تلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهاتيه والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليه حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب، انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منعم، معلم منعم. خلاص خلصت القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكو، انتوا شويه حراميه. مش شيت. ايه ده؟ تعرف قهوه الحراميه يا ابني؟ انا اسف، انا اسف يا معلم منعم، معلم منعم ما بيردش. التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انتوا هتسيبوني لوحدي، انا هاجي معاكو. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكو. نقول معاكم ساعة؟ أنا معايا ساعة غالية قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، وأي حد معاه بقى موبايل محفظة عربية يسيبها لي عشان أقدر أتأكد إن محدش فيكم هيخون. طيب أنا ينفع أديها الموبايل ومفتاح؟ جايز ثانية واحدة، إيه اللي يضمن لي إن أنتِ مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي أنا ما عنديش ضمانات، أنتوا اللي جايين لحد عندي، والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامة ويبقى متشكرين قوي على شوية الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. أقنعتيني. طيب ينفع أديها الموبايل ومفتاح العربية والمحفظة؟ أنت عرفتها إن معاك موبايل وعربية ومحفظة، سيبهم يا غبي. ما أنا معايا 200 جنيه أهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، أنت سيب الموبايل والعربية والمفتاح والمحفظة، وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظة إيه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقفل على وشي. يلا. إدوها كل حاجة يا جماعة، دي أمينة جدا. أنت تعرفيه منين؟ أنا بفهم في الناس يا ابني، أنا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز. خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننتي هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي
يا لهوي مسدس، شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني انا زي امك. يا امي انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا نخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيكشف منها الموبايلات اللي معاه، اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي. يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا، طب طب والكاميرات؟ اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قولي. لا انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلعوا والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلعي الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل، نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه يا خارق الذكاء؟ تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكو! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا سوسو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام، لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش داوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك عيب. كله يثبت. شوشو النبي ها ناوليني في اوحم اللي هناك. هتحطلني؟ خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يا زلمه ما تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر؟ ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق يلا عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني؟ دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله؟ ناوليني في اوحم اللي جنبك دي. بسرعة بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة؟ امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي واخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل، بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا،
بدل الإليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خاطف ما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم خدهم. بص كان لسه استفتاح. امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله. هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى لف. خلاص خلاص. ايه يا عم انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة. هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خرق الذكاء انت. هاتي انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وانت على فكره وافي عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انت عارفه بيضربني. مسكتله اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ اه يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. اه يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي حبيبي؟ اه المقاسات كلها مظبوطه، كله تمام. خش يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعه جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربه كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استنى يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. اوكي.
يا نهار اسود. ثانية واحدة من فضلك، ارمي الحاجات بسرعة. اجري يا سيد. مفيش حاجة، ادي بزباس وميات. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لملي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى خلاص، هي كلمة. ها يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة كده 2405. ايه ده انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه، اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والمية الغالية اللي هي في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه، ايه اغلى حاجة هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك، عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي يلا. حكومة يا شوشو حكومة. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا، سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البسي الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقونا يا باشا. وسع تعالوا وسع، تعالي تعالي شوشو. اوعى انا مش مصدقه الفشل بتاعك بجد. هنقول ايه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجه. هو انا عشان ما سرقش ابقى فاشل؟ انا مش حرامي يعني. انا اللي حراميه؟ بس انا على الاقل لما بيطلب مني حاجه بعملها. يعني ايه لازم ابقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ انا هعجب بيك ليه اصلا دلوقتي؟ انت بتقولي كلام يقفل القرد. ايه ده، العربيه بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك علي، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. اه كانت مليانة كده ولابسة ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشي. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. ملك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضربي الجزمة اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت، فين المعلم منعم عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل؟ المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزه تعملي كومبلين في اي ركن مش هنا. كومبلين ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي، ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحراميه. ولا حسبي كده مزمزل، انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك، وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. ندي لي المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول سيستم اهي. لا يعني انت سكت في سيستم وسبت انا بتكلم بجد. لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيب، بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يا ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي انت وهي،
ما انتوا مش مضرين في حاجة. أنا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف، أنا ساعتي اتسرقت، الحلقة الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت، أنت بس عربيتك هي اللي راحت. أنت عايزة تفرسيني؟ أنا ما شفتش في برودك، أنت باردة برود، أنا ما شفتهاش. اسود، إيه ده؟ بوليس؟ يلا يلا نهرب كلنا. اهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش. كده موقفنا في القضية هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي. صدقني انا على اي قواضي تانية. انا مش عايزة تسجل. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزة، مش عايزة اروح السجن والله بجد، مش عايزة اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان، انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تافه يلا. الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف، ما هي هي. يلا يا جماعه عازمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيجولك هيجولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيجولك، العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا، خدني معاك يا هاني. انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكم وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه، وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها.